بسم الله. لو احنا عايزين نعمل حيطة فيها الأوبننج ديت أو فيها الجزئية ديت، تمام، فده بروفايل. تعال نعمل بروفايل زيه. الأول أعلم على الحيطة وأختار حيطة تانية ميكونش فيها البروفايل دوت، تمام. عايزين نعمل بقى في الحتة دي نفس الفكرة، فهاجي هنا وأقول له أنا عايز نيو فاميلي وأختارها بروفايل ريفال وأوبن. وهبدأ أرسم الأوبننج ديت، أقول له ريفرنس بلان عشان أتحكم في الحاجة. عايز لو عايز تحط دايمنشن، عايز تحط برامتر. وهاجي هنا هقول له أنا عايز أرسم لاين، وترسم الحاجة اللي أنت عايزها بالشكل دوت، تمام. وبعد كده ممكن تقول له أنا عايز أرسم راديوس. مثلا بالشكل دوت وده بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن تروح قايل له لود انتو بروجكت وتختار المشروع اللي انت عايزه، تمام. وبعد كده نختار الحيطة ديت واقول له ايديت تايب، وبعد كده هقول له ايديت، وبعد كده هاجي هنا اقول له ريفالز، اقول له اد واختار البروفايل اللي انا عايزه. احنا هنستعمله في فامي 6. المسافة قد ايه، من التوب ولا من البوتوم، اقول له اوكي، فهتلاقيه اتعمل معاك بالشكل ده. ده كده شكل اخر، تمام، يعني الجزء ده انت مش هتشوفه خالص. اقول له اوكي، اوكي، يطلع معاك حاجة بالشكل ده، تمام. حاجة سبيشال يعني، ممكن تكون محتاج ترسم حاجة في قلب الحيطة وهتتكرر معاك، فدي هتسهل عليك الشغل.